السيدات وسادة، مساء الخير. في العمل العام وفي خطاب الإعلام وفي الحياة السياسية هناك العديد من المفاهيم والشعارات التي تختلط معانيها وتفقد في أحيان أخرى مدلولاتها الحقيقية. من هذه المفاهيم معنى الديمقراطية، وهل هي بالمفهوم الغربي الروشتة المثالية للتقدم؟ وما هو شكل الدولة الوطنية؟ وماذا تعني الدولة المدنية؟ ما علاقة الدين بالدولة؟ وما هي الخطوط الفاصلة بين السلطة الدينية والسلطات الأخرى في البلاد؟ ما هو الإسلام السياسي؟ وهل الأديان لها صفات سياسية؟ هل هناك دين ديمقراطي ودين ليبرالي أو محافظ؟ وماذا تعني الليبرالية؟ ما الفرق بين التغيير والإصلاح، التحديث والنهضة؟ هل المطلوب تجديد التراث أم التحرر من تسلط الماضي على الحاضر؟ ماذا تعني المعارضة وما دور الأحزاب؟ هل المعارضة السياسية وظيفتها الوحيدة العداء للسلطة أم الشراكة وتقديم البدائل؟ ما هو دور النخبة؟ هل المطلوب حوار سياسي أم وطني أم حوار مجتمعي؟ معنا اليوم للإجابة على هذه التساؤلات وغيرها مفكر سياسي كبير سعى طوال مشواره الطويل في الكتابة والعمل العام إلى ضبط المفاهيم وفض الاشتباك والارتباك بين ما يصلح لبلادنا وما يصلح للآخرين. اليوم نلقي معه نظرة على المستقبل وعلى أفكار سادت طويلا في النقاش العام وفي حياتنا السياسية. حديثنا اليوم من مصر عن مستقبل السياسة ودور النخبة في بلدنا. أهلا بكم.